السلام عليكم، يعطيكم العافية. رح نبلش اليوم مع مصطلح جديد اسمه بيرسونيل. بيرسونيل هو عبارة عن قسم اللي موجود في المؤسسات واللي مسؤول عن الموارد البشرية. قسم الموارد البشرية عادة بسموه HR Department، HR Human Resource Department، أو قسم الموارد البشرية، لكن في تسمية له كمان اللي هو البيرسونيل. إذا البيرسونيل هو عبارة بيحكي لك إنه الأورجانيزيشن المؤسسات ريفير بتسمي the department that handled employee اللي هم الموظفين hiring, firing and tracking. يعني ال personnel هو القسم الموجود في المؤسسات المسؤول عن توظيف الموظفين، firing طرد الموظفين، and tracking متابعة كل الأمور المتعلقة بالموظفين. hiring, firing and tracking بنسميه personnel تبع التسمية personnel مش personal، لانه دائما لما بسال عن هاي الكلمه بيجاوبوني انه شخصي، ملهاش اي علاقه بكلمه شخصي بيرسونال. هاي بيرسونيل واللي هي زي ما حكيت لكم قسم الموارد البشريه الموجود في المؤسسات. سلايد مهمه بتحكي عن growing significance of the computer and the human resources. يعني ليش كثير صار مهم انه نستخدم نظم معلومات لاداره الموارد البشريه؟ ليش ما نعمل اداره للموارد البشريه من غير computer systems او من غير information systems؟ سببين، نستخدم احنا Human Resource Information System لسببين، سبب جاي من ال HR وسبب جاي من ال IS. احفظوها زي هيك HRIS. ليش احنا كثير صرنا نعتمد على ال HRIS في إدارة الموارد البشرية؟ نستخدم HRIS لأنه في سببين، سبب جاي من ال HR وسبب جاي من IS. أولا Growth of Technology and Computers اللي هو السبب اللي جاي من ال IS من Information Systems، يعني ال Information Systems أو التكنولوجي أو الكمبيوترز اتطورت كثير ودخلت مجالات كثير حتى أبسط من إدارة الموارد البشرية. السبب الثاني والأهم اللي هو الكومبلكسيتي في الـ HR، زي ما حكيت لكم سبب جاي من الـ IS والسبب الثاني جاي من الـ HR. فالسبب اللي جاي من الـ HR إنه هو complexity of HR data and requirements، يعني صار في تعقيدات كبيرة في الموارد البشرية من ناحية الداتا، بيانات كثيرة جدا، والـ requirements اللي هي الحاجات أو المتطلبات كمان كثيرة. بلش بأول activity من الـ activities من الأنشطة الموجودة في الـ HRS. الـ HRS في مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة راح نحكي عنهم طول الفصل من أول محاضرة لآخر محاضرة، وإحنا بنحكي عن activities أو أنشطة بيعملها الـ system اللي إحنا سميناه HRS system أو نظام إدارة الموارد البشرية. في activity كثيرة جدا، بس كل مرة راح نحكي عن هاي الاكتيفيتي في سياق مختلف، لكن هم كلهم اكتيفيتيز. السياق اليوم بيحكي لك عن اول اكتيفيتي، ابسط اكتيفيتي. شوف السطر الاول عندك the most basic job، ابسط job، طبعا job او اكتيفيتي نفس الاشي، ابسط عمل من اعمال ال HRS اللي هو record keeping and reporting. record keeping شو هو؟ يعني record keeping حفظ سجلات الموظفين. يعني لو انت مبرمج وبدك تعمل نظام إدارة الموارد البشرية، أول عمل بتفكر إنك تبرمجه اللي هو معلومات الموظفين، بتجيب معلومات الموظفين. يعني قبل ما نستخدم HRS كان المؤسسات فيها ولحد اليوم فيها، بس لأغراض الباك اب، يعني بتلاقي في غرفة فيها ملفات كثيرة لكل موظف ملف، بتلاقيهم مرتبينهم على حسب أرقام الموظفين أو حسب أسمائهم. بتلاقي فيه الملف هذا وكل الورق الخاص بالموظف من أول ما تعين، من أول ما قدم طلب، الطلب هذا بنحفظ في سجله، جاب شهادات بتنحفظ في سجله، عنده إجازات بتنحفظ في سجله. فهاي بسموها غرفة سجلات الموظفين. فلما صار في HRS أول جوب، أبسط وأسهل جوب صار بقدمه الـ HRS هو الـ Record Keeping. Record Keeping إذن يعني حفظ سجلات الموظفين. شو هما معلومات الموظفين اللي ممكن الريكورد كيبينج تهتم فيها؟ معلومات عادية جدا، personal employee information، معلومات الخاصة للموظف، اسمه، عنوانه، ممكن تاريخ ميلاده، ممكن الايميل، ممكن الادرس، معلومات الخاصة فيه، معلومات الشخصية. هاي personal الشخصية، قارنوا بينه وبين personnel اللي قبل شوي، الكلمة شوف بتختلف. wages and salaries، wages الأجور والرواتب، الأجور والرواتب،
ويجز اللي هي الأجور، وسالرز الرواتب، لأنه كل موظف ممكن يختلف راتبه من شهر لشهر، ممكن يختلف راتب من موظف لموظف، ونفس الموظف من شهر لشهر، لأنه في إشي ثابت أساسي، وبعدين في أشياء إما مكافآت أو بالعكس خصومات، وبالتالي في حسبة لراتب الموظف، وبالتالي ضروري جدا يكون مخزن في الريكورد كيبينج شو هو راتب هذا الموظف. بس هون الفرق بين الويجز والسالاريز الأجور والرواتب، يعني بالعربي بجوز يكون أوضح شوي، أجور ورواتب. الرواتب بالعادة بتكون إشي ثابت كل شهر بتكرر، بينما الأجور بيكون أجر مقابل عمل معين، ولكن الموظفين أحيانا بياخذوا الثنتين، في إشي ثابت وفي أجور بتكون مقابل أشياء إضافية. ريفيو ديتس اللي هي تواريخ التغييرات اللي بتصير على، مثلا لو الموظف غير الأدرس تاعه، متى غير الأدرس، شو الديت، شو التاريخ، تاريخ تغيير البيانات. benefits education and training، شو في education، شو في training عند الموظف، شو في عنده مؤهلات من أصل، بعدين شو تدرب إضافة على شهاداته. ليش ضروري جدا يكون في عنا معلومات عن تعليم الموظف وعن تدريبه؟ لأنه بعد شوي أنت الموظف بدك تصير تعطيه شغل يومي، بدك اللي هو راح يمر معنا كمان activity أو job ثاني غير record keeping بسميه assignment. ال assignment اللي هي إسناد ال tasks للموظفين، يعني في عنا مهام وفي موظفين وبدنا نوزع هاي المهام على الموظفين. فشو هي لو في عندي تاسك معين، لو بلشت فيهم واحدة واحدة، هاي التاسك مين أنسب واحد ممكن يقوم فيها؟ فلان. فبروح أعملها إسناد لهذا فلان. طب كيف بدي أعرف إنه فلان هو أنسب واحد يقوم بهاي التاسك أو المهمة من غير ما يكون في عندي فكرة عن تعليمه وعن تدريبه؟ ممكن يكون ما بقدر يقوم بهاي التاسك، وبالتالي ضروري جدا يكون في عندي معلومات عن تعليم الموظفين وعن تدريبهم. والفرق بينهم زي ما حكيت لكم، الإديوكيشن عادة بتكون شهادات، لكن تريننج ممكن هو شو تعلم بعد شهادته. الاتندنس الحضور، متى كان حاضر متى كان غايب، يعني مثلا في رصيد إجازات سنوي للموظف، كيف بدي أعرف إنه خلصه؟ يعني مثلا الموظفين لهم مثلا 30 يوم بالشهر إجازات، هو بأخذ إجازات لحد ما يوصل لهذا الرصيد، بعدين ما فيش له إجازات، فكيف بدي أعرف أنا إذا كان خلص هذا الرصيد ولا لا؟ بدك تكون عامل تراكينج أو متابعة لتواريخ غياب وحضور هذا الموظف. والبرفورمانس أبريزل اللي هي تقييم الأداء، تقييم الأداء عادة كل موظف الرئيس مباشر عنده بيعمل له تقييم أداء نهاية كل، حسب نهاية كل سنة، نهاية كل فصل. لو كنا نحكي عن جامعة مثلا، خلينا نفرض أنه سنوي، بيجي الرئيس بيقيم المرؤوسين عنده. مرات تكون تقييم عبارة عن علامة، يعني علامة عادي من 100، أو ممكن يكون جيد، جيد جدا، وزي هيك. في كل المؤسسات موجود هذا الاشي، وهذا الاشي بيرجعوا له كمان بعدين لما بدهم يختاروا أفضل موظف مثلا، أو يعرفوا مين الموظف اللي مقصر أو كذا، فبيرجعوا لهذا التقييم. هاي الدائرة فيها مجموعة من الوظائف الاكتيفيتيز اللي كنا نحكي عنهم قبل شوي، طبعا احنا راح نحكي عنها بسياق مختلف في هذا المثلث ان شاء الله بعد شوي، بس خلينا نحكي عن الـ characteristics of successful HRS، مواصفات الـ HRS الناجح. متى بنحكي عن الـ HRS انه ناجح؟ لانه مش اي HRS، مش اي سيستم احنا بنتبناه لإدارة الموارد البشرية بيكون سيستم ناجح. اولا السيستم الناجح، الـ HRS الناجح ضروري يكون قادر على، ضروري يكون قادر على استيعاب الداتا اللي بتتغير من الموظف او من الموظف، من الموظف او من صاحب العمل. يعني الموظف تغيرت الماريتال ستاتس تاعته اللي هو الحاله الاجتماعيه، متزوج اعزب، يعني كان متزوج كان اعزب وبعدين تزوج، ففي فورم، في فورم اذا كان في فورم بيسمح لك انك تغير حالته الاجتماعيه من اعزب الى متزوج، ساعتها بنحكي انه هذا سكسسفول اتش ار اس، او غير تعليمه بينيفيشيريز، اخذ شهاده جديده، فانت بدك تغير معلوماته على السيستم، او غير الادرس، انتقل من ادرس لادرس ثاني، فضروري يكون الاتش ار اس قادر على استيعاب هاي الداتا اللي تغيرت من الموظف حتى نحكي عنه انه سكسسفول. او احيانا التغيير بيكون من الموظف، يعني من صاحب العمل، employers هو الموظف، اذا employees هم الموظفين، employers هم اصحاب العمل، زي اي معلومات عن الجوب نفسه، عن الشغل، ف
فبنحكي انه الامبلويرز هو اللي غير هذا الاشي، او الكود رمز العمل، لوكيشن غير مكانه، غير السالري عمل زياده مثلا على الرواتب. فالسكسسفول اتش ار اس هو السيستم اللي بتقبل التغييرات سواء من الموظف او من صاحب العمل، وهي كلها امثله على اشياء ممكن تتغير في معلومات الموظف او صاحب العمل. ومطلوب من الاتش ار اس حتى يكون انه ناجح انه يتقبل هاي التغييرات وياخذ المعلومات الجديده بسهوله. خلينا نوقف هون في هذا الفيديو، يعطيكم العافيه.